كنت مدير التعاقدات في النادي الاهلي قبل كده. طب طيب هل لعيبه النادي الاهلي ما تسويش 3 مليون جنيه في السنه؟ بص يا كابتن مجيب عشان ما تقوليش في دايركشن تاني، اعلى لعيب كان موجود عندنا في النادي الاهلي كان حسام غالي او كابتن حسام غالي النائب، وكابتن وليد سليمان، كابتن احمد فتحي، كابتن شريف اكرامي، كابتن عماد متعب. بكتب كان اعلى عقد كان 3 مليون. بكلمك على قيم كبيره. ايوه ده سنه كام يا فندم؟ من سنتين. من سنتين قبل ما يخلصوا. من سنتين. 2018 تحديدا. 2018 ثلاث سنين. النهارده من ثلاث سنين بكلم حضرتك على القيمه دي. دلوقتي اسمع الارقام بتاعت اللعيب. في لعيبه ما بتكلمش عن النادي الاهلي، بتكلم في السوق يعني. في لعيبه بتاخد 15 مليون وفي لعيبه بتاخد 20 مليون. ده حقيقي. انا ده موجود في السوق. ده حقيقي. لا ده موجود وانا اقول لك بالاسم لو عايز اقول لك يعني. انا عارف بس ده يعني ما ينفعش نتكلم في حاجه. تمام ربنا يسهل لكم. ايوه بالظبط ربنا يكرمهم. اللي عاوز اقوله ان السوق مش مستقر لان ما فيش معايير محدده لانتقالات اللعيبه. طيب وانت في الاهلي انت مضيت رزاق سيسي وفي حد رفضه، مين اللي رفضه؟ لا ما فيش حد رفضه، انا مضيته كان كابتن حسام البدري ورحت الولد مضيته. وكنا كان هدفنا ان رزاق يجي، شايفين ان هو لعيب بروميسنج فيبقى موجود هناخده سواقه نعيره النادي او حاجه. وبعديها يبقى اللعيب ده ممكن يرجع لنا بعد ما يلعب شويه في الدوري. وجينا في توقيت ما كابتن حسام بقى كان عنده ضغوط كتير في لعيبه كتير فارجع الموضوع شويه يعني. وبعديها هو راح الزمالك يعني. تمام هو ما عادش في الزمالك اصلا برضه، ما هو اتسوق قعد اربع سنين بس تقريبا يعني حاجه بسيطه كده. نقدر نستفيد منه ماليا. بالظبط كده. انا بشكرك وبالتوفيق ليك وان شاء الله يعني دايما نادي مصر المقاصه يعني بيفرغ لعيبه كبيره جدا جدا للدوريات. وحسين الشحات واحد من ابناء مصر المقاصه ولعيبه كتير يعني مش عايز انسى اساميهم، وان شاء الله القادم يكون افضل لمصر المقاصه. بنحب تواجد مصر المقاصه في الدوري. كابتن محمد عبد الجليل مكمل؟ المدربين اللي ما خدوش فرصه، ومدرب محترم وعنده رؤيه وكان لعيب كوره غير عادي لو حضرتك تتذكر طبعا، وعنده نفس الموهبه في التدريب زي موهبته كلاعب يعني. تمام. انا عاوز ارجع بس النقطه مع حضرتك سريعا عشان فضل. انا علاقتي حلوه بكل لعيبه الكوره في النادي الاهلي. لما قلنا القيم لا تساوي مش قصدي لعيبه معينه بعينها، انا بتكلم على السوق. ايوه الماركت فاليو بتاعنا في السوق مش مستقر. تمام. لما الارقام بتزيد في تدخلات، قلنا وكلاء لعيب بالسوشيال ميديا فبيضغط على ادارات الانديه يبتدي تحط حالات معينه يعني حالات معينه تحط تحت ضغط عشان يوصل ان هو يجيب اللعيب. بشكرك يا استاذ عصام صلاح. انا اللي بشكرك مدير التعاقدات في نادي مصر المقاصه النهارده.